قوموا ساعدوه يلا، فوتوهن على المستودع. بسام بسام لك بسام، ردالي مش الله ساعدني لحتى اطلع من هون. الله يوفقك، الله يخليك. ليك اذا ما بدك تطالعني الا اني حاولت اهرب وقتلني. ساعدوني ساعدوني يا ناس. هص عادي ساكتي، هص سكتي سكتي احسن ما قتلك. ها وين الدكتور؟ قولك ما سمعتي شو سألك، يلا جاوبي. مو هون، عنده مريض راح لحتى يشوفه. يلا بديح. قال الدكتور عنده مريض وراح يشوفه. عادي بتصير، وين المشكلة يعني؟ ليك يا أمه خدها وروح، واترك له ورقة، خدها وروح على الجبل وشوف شلون راح يلحقك دغري. سلام، تعال معي. يلا خذوا الحرمة، يلا تعي اصحك تطالعي صوتها. بلشت اللعبة الثقيلة، بكرة بنشوف شلون راح تخلصها. مو انت رجال يا تقبرني، ورجينا. بس هو ليش غير رأيه وضل عنا؟ صدقيني ما عندي فكرة ديالا. أنا ما حكيت له أي شيء بخصوصك، ولو ضمني سرك كبير غميق. هلأ ارتحت، شكراً كتير إليك. طيب طارق وين؟ عنده مريض بضيعة تانية. يلا أنا ماشي. شبه صاير مع شي؟ لا هيك زيارة عادية. اجت أمي؟ لا ما اجت. طيب ماشي، وأنا تعبان رح روح ارتاح شوي. الله معك دكتور. ليش هيك الباب؟ ماما؟ ماما؟ شو صاير؟ انت بتعرف محلي يا دكتور، يكون بعلمك اذا ما بتجي لعندي امك رح تنقتل. زيدان عن جد مو معقولين، اجبن من هيك جماعه ما رح اشوف بحياتي. لك ما بيهجموا غير على المساكين يلي ما بيلاقوا معهم شي، كلاب هدول اندال. جدي لك المختار اجا. عمر روح على الغرفه الثانيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. خير ان شاء الله، شوفي. شو ها؟ كيف صار هيك؟ امتى؟ وصلت معهم يخطفوا امك؟ العمى شو اندال؟ بعدين هالمسكينة شو دخلها لا يخطفوها؟ ايه؟ شو العمل هلا؟ رح نخبر العسكر. بالله؟ بس هيك ما بصير، هن بدهم اياك الك، معقول تدخل العسكر؟ انا ما عاد اتحمل، رح روح لعندهم، وانت خبر العسكر. استنى، لوين بدك تروح؟ هذا هو الحل،
إذا ما رحت بجوز يقتلوها لأمي. أنا اللي بعرفهم هدول ما بيخافوا الله. بس روحها لهونيك خطيرة كتير دكتور. وإذا لكن معقولة يترك أمه تنقتل؟ حاجة تضيع وقت عمي. طول بالك لا تروح، روحي رجعي حاجة جنان بقى. دكتور طارق استنى شوي. شو بدك؟ جدي قال لي اجي لحقك قبل ما تروح. بعدين شو بيعرفك وينها هلا؟ اكيد بيكونوا اخذوها على هديك المغارة، محل ما شفته لزيدان من قبل. بس هيك روحها خطيرة كتير. بس هي امي لازم روح. الله يمرق هاليوم على خير. مو على اساس في اتفاق بيناتهم؟ بقى ليش لا يعملوا فيه هيك وبهالوقت بالذات؟ شو يعني ما بتعرفهم؟ ولك هدول ما بيخافوا الله، ما بيتأملون. هلا انت متأكد انه ما حدا عرف بالحكي اللي قلت لك اياه هداك اليوم؟ اعوذ بالله، انا ما طلعت مني كلمة واحدة. معقولة يعني هذا سر بيناتنا؟ جدي الدكتور طارق راح على مغارة محل ما شافه لزيدان. اذا هيك خلينا نخبر العسكر بسرعة. وين بدنا نلاقي العسكر يا شيخي؟ انت بتعرف وينهم شي؟ حتى لو كانوا بآخر الدنيا بدك تروح وتجيبهم. تعوا وصلت الرسائل يا شباب. كلير علي دورسون. شكرا. اسطنبولي أركان. بالحراسة سيدي، أنا باخدها. هذا الظرف لمحمد. ولأنه محمد فيه هون؟ محمد الكردي ولا التركي؟ لمين منا سيدي؟ ما بعرف لأنه الكنية مو مكتوبة عليه. معناتها قلنا اثنيناتنا. تعال نشوف. خذ أنت افتحه. شوف بعطين كنزة، شو ما بيعرفوا قديش في عنا أواعي؟ هيك دائماً الأمهات عطول بياكلوا همنا. وشلون بدنا نعرف اللي بعته، أمي ولا أمك؟ يعني شو فرقت إذا كانت أمي ولا أمك؟ أنا وياك واحد، ما في فرق بيناتنا. مو أنا وياك أخوة؟ مزبوط، وأعز من أخوة كمان. شو القصة يا شباب؟ ليش قاعدين لحالكم؟ شو نحن ما بنقعد معنا؟ شو عم تحكي يا زلمة؟ ما كلنا مثل الأخوة. إيه بلا الحق معك، والله اللي بيسمعك بيصدق، ما بيعرف انه نحن مو سالين عن بعضنا. على فكرة هذا هو الشيء اللي بدهم اياه اعدائنا، بدهم يفرقوا بيناتنا. مزبوط الحكي؟ طيب وشو نهايتها؟ ما منعرف، طالما هن شايفين قديش في ثروات بأراضينا وقديش في خيرات ببلادنا، بحياتهم ما راح يحلوا عنا ليأخذوها. وأسهل طريقة توصلهم للي بدهم اياه هي انهم يفرقونا عن بعض. ايه الله يخلصنا منهم وياخذهم من هون بقى. الله يسمع منك، بس أهم شي هلأ إنه نكون كلنا إيد واحدة وما نسمح لحدا يفرقنا أبداً. طيب أنت بتعرف قديش ممكن يكون عددهم؟ والله ما بعرف، بس أنا اللي بعرفه إنه جماعة زيدان بحدود 40 واحد، بس لما بيهجموا على الضيعة بالعادة بيكون بحدود 15 واحد تقريباً. طيب الدكتور طارق قال لك شي لوين بده يروح؟ قال إنه رايح على المغارة اللي بوادي النهر. وهو اللي قال لك هالشي؟ ايه طيب خلاص ولا يهمك. هذا موقعهم سيدي، بدنا 3 ساعات نوصل. معناتها ما لازم نضيع وقت، روح بسرعة وقلن يجهزوا حالهم. حاضر سيدي فورا. محمد انت ضل بالحراسة. انا بدي احكي له. شوف شو بدك سيدي، هو ما بيفتري على محمد الثاني. ماشي، لكان يبدل هو واحد ثاني. علي خليك انت بالحراسة. امرك حضرة العريف. الكل يوقف باستعداد. المجموعة بتستنى اوامركم سيدي. طيب خلينا نتحرك فورا، وبدنا ننقذ ام الدكتور لانه خطفينا كمان. هي كمان وقعانه بايدين زيدان على الاغلب. يلا اتحركوا يا شباب.
قومي معي. لوين اخذني؟ رشا بدها اياكي برا. شو بدها فيني؟ عم اقول لك بدها اياكي تروحي لعندها، ما بدي كثر حكي، يلا قومي. امشي امشي. يلا يلا تحركي. عجلي. وين رشا؟ فوق براس الجبل. يلا تحركي. معقول الدكتور يسلم حاله بإيده لهالظلام يا شيخنا؟ الدكتور مستعد يعمل أي شيء كرمال أمه، بعدين العسكر لاحقينه وبإذن الله ما رح يخلوا حدا يقرب عليه. أنت بس ادعي له يا سناء وشوفي شلون رح يرجع لك هو ورابعة وبنتك نيرمين. يلا أنا لازم أمشي. يا رب. أولادي اثنين صاروا بإيد الإرهابيين، دخيلك يا ربي. اللي شو أعمل؟ شلون بدي رجع أولادي؟ أهلا والله بالدكتور. ما توقعت أبدا إنك رح تجي لهون. وين أمي؟ أنت بتعرف إنك جيت على موتك؟ عم قلك وينها. امشي ولا امشي. امشي عم قلك. يلا امشي. وين رشا؟ ومين هي رشا؟ ها؟ قربي لعندي، عم قلك قربي. الله يخليك تركني. هالمرة ما راح تفلتي من ايدي. بعد عم قلك بعد عني، كرمال الله بعد عني. الله يخليك اتركني. خليني اشوف الشعرات الحلوين. هالمرة ما في حد راح يخلصك مني. بعد عني اتركني، عم قلك اتركني بعد عني. هذا انت يا بسام؟ تفاجأت ما هيك؟ تعي معي بسام. الله يخليك خدني من لا تخافي. بسام انت شو عملت؟ مشان هالبنت الحقيرة عم تقتل رفيقك. انت شو عم تحكي رشا؟ نسيتي انه انا قتلت اخي مشانكن وخليتوني اهجم على ضيعتي كمان وخليتوني اذي قرايبيني؟ هذا كله ما كفاكن؟ خلص انا ما عاد بدي ضل بهالتنظيم. كنتوا فاكريني غبي مو هيك؟ انتوا غلطانين كتير، مو نحن اللي بنضحك علينا. بعدي هيك من طريقي، أنا ما بقى فيني استمر بهالكذبة أكتر من هيك. بعدي. مساء الخير يا جماعة. مساء النور، تفضلي. صحتين، مالي جوعانة.
طيب اشربي لك كاسة شاي. ايه صبوا لي شاي. يا بنتي روحي جيبي لها كاسة بس شاي. بس ما بقدر طول لاني رايحة لعند الخالة مريم، بدي اخذ لها شوية اكل. مسكينة كثير تعبانة. طيب إذا بدك بعد ما تشربي كاسة الشاي معنا بنروح كلياتنا. يا بنتي حطي كم رغيف من اللي خبزناهم هلا لآخذهم ياهم. حاضر. حنان كأنه بتمك حكي، يلا احكي. هلا إذا حكيت بتقولوا قرارة. لا على سلامتك والله. رح احكي. الإرهابيين خطفوا أمه للدكتور طارق. يا لطيف. لا عن جد زودوها كثير. شو هاد يا؟ تركين له رسالة وبدهن ياه يروح لعنده، والدكتور هلأ راح عالجبل مشان يسلم حاله إلهم. ايه والله خير ما عمل، وإن شاء الله بتكون روحها بلا رجعة. عمي معقولة أنت كل هالقد بتكرهه؟ لأنه هالزلمة بيكون عدو عيلتنا. لما بقول لك انه في شيء بين الدكتور وبين بنتك ابقى صدقني. ها ليكو الدليل. مو معقول كيف هيك راح هالمره؟ اكيد بدهم يقتلوا. انتوا ضلوا هون، يلا فوت. امي طارق بعد بعد عنا. انت ليش اجيت يا ابني؟ هدول بدهم يموتوك. امك عم تحكي مزبوط، ليش اجيت عنا؟ بعد ماما لا تخافي ما رح يصير شيء ابدا صدقيني. امشي معي يا دكتور، تعا يلا. طارق لا تروح، خليك هون. خليكي قاعده هون اسكتي احسن لك. ها يلا. امشي. انا ما رح اقتلك لاني مريض، تعرف اني بحاجتك. قلي لشوف، احكي لي ليش خدعتني؟ ليش كذبت وقلت لي اني مريض ورح موت؟ وليش فضحت الاتفاق اللي كان بيني وبينك؟ ما تحكي، قلي ليش هيك عملت؟ يعني كان بدك المنظمة تعرف؟ قلت لحالك بركي بيقلعوني ما هيك؟ ليش انا شو بستفيد اذا المنظمة قلعتك؟ بالعكس تمام. لا انا ما راح اتلك بهالسهوله، بالاول بدي اعذبك. روحوا جيبوا لي امه لهون، بدي اقتلها قدام عينك وخليك تموت من القهر. ورجيني شو راح تعمل، كيف راح تقدر تتحمل. امي مين هاد؟ كانه بيشبه بسام. بلا بلا هذا هو، اركض لعنده. شو شو بسام؟ شبك بسام؟ قوم على الارض، شو صاير معك؟ شبك يا ابني؟ شو صاير لك؟ سامحني يا شيخنا. قوم يا ابني احكي لي، احكي لي مين يلي عمل فيك هيك؟ قل لي يا ابني شو صاير معك؟ مين يلي طعنك بظهرك؟ انا اللي عملت هيك بحالي لاني خضعتنا يا شيخنا. انا اللي عملت بحالي هيك لاني لحقت الارهابيين. خذني لعند امي يا شيخ مشان خذني لعندها. يلا احمله معي. يلا ابني يلا. يا رب امشي. امي امي. سلام عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. بعده صدق الله العظيم. شبك شبك يا أمي شبك. أمي خير إن شاء الله خير. أنا رجعت بترجاكي مسكين. سامحيني اللي مين اللي عمل فيك هيك يا بسام؟ الله يخليك سامحيني يا أمي. أنا بسامحتك يا نور عيوني، والله بسامحتك يا روح قلبي. بسامحتك الله يسامحك. والله صعبة أمي، بدي أقول لك شغلة. مسكين القلب.
احكي يا عمري احكي. مدري مدري انا اللي اوصته يا امي. انا اللي اوصته بايدي يا امي. يا ربي خليك، ليش هيك عم يصير لك؟ انا شو عملت يا ربي؟ يا ربي ليش ولادي الاثنين؟ انت اكيد عم تكذب يا بسام، مو انت اللي قتلته لاخوك، مو انت اللي قتلته، اكيد مو انت. ليش يا بسام؟ ليش؟ بسام ردي علي ابني بسام. يا ولدي يا ولدي يا ولدي. ليش هيك عملت معالك يا ابني؟ بدري لك على مين بدي ابكي عليك ولا على اخوك؟ لك دخيلك يا ربي، ليش قتلتوا لي ولادي الاثنين؟ شو عمل؟ حرموني منهم يا ربي. لك فهموني، ليش عملوا فينا كل هاد؟ شو استفادوا يعني؟ قولوا لي قولوا لي شو استفادوا؟ ترحموا على ولادي الاثنين، حرموا قلبي عليهم. شان الله يا شيخي، اللي شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي؟ ولادي اثنين حرقوا قلبي عليهم. ابني يا حرام شبك يا عمري، ابني يا عمري، انت يا عمري يا ابني رد علي يا حبيبي. مسكين ليش علقتي علي؟ والله صعب، والله صعب الولد اللي بين ايديها. شو صار لها؟ ما بعرف يا ابني. امشي امي، يلا اعمل لك امشي. تعال هون، تعال بعيد. شو رايك؟ قل لي شو رايك دكتور؟ أمك هلأ رح تموت قدامك. بعيد بدي أقتلك إياها قدام عيونك يا أمي. ما دخلها بشي، تركوها، بسببك رح تموت. يلا بعيد. ما دخلها. معلم استنى استنى، العساكر جايين لهون، وقف لا تقوصها مشان ما يسمعوا الصوت. رجعوهن على المغارة، خدون أمي. يلا امشي ماما، يلا امشي بعد لشوف. يلا تحركي بعد عنا، يلا بسرعة. اسكتي. عن جد جايين لهون؟ ايه ظاهر جايين مشان دكتور. وليش المختار ما حذرنا؟ نعم وصلوا العساكر؟ قربوا كتير. قلت ليش لهلا لخبرتنا؟ يعني شو بعمل لك هلا ادري؟ خلينا نترك المنطقة. لا تفكر انه نهرب، لازم نواجههم. كلنا اربع زلم، شو بدنا نعمل؟ بدنا نستدرجهم لعنا، ورشا بتهاجمهم من ورا. يعني بدك توقعهم بكمين؟ بدي اياكم تنتبهوا منيح. اطمن نحن مستعدين. محمد، محمود، ممدوح، مراد، توزعوا لشوف. شو عم يساووا؟ عم بيحاولوا يطوقوا المنطقة. يلا. طيب انت مو عالجت المعلم تبعهم؟ طيب ليش هيك هلا عم يعاملوك؟ انا كنت عامل معه اتفاق، كان مفروض انه يضل سر بيناتنا، بس في واحد من اهل الضيعه عارف هذا السر وقام راح وخبر زيدان بهالشي. انت متاكد انه ما حكيت هالسر لحدا؟ جود تعال، يلا جهزوا حالكم بدنا نمشي بسرعة. لوين؟
يومي يلا تحركي ولا كتر حكي يقطع عمرك شو قراره ليش هيك عم تعمل اسمعني منيح سكت امك احسن لك شو لا يكون مو عاجبك ليك ولا لا تخليني سكتها بطريقتي ها اتركونا اتركونا على الله يمسيكم ماما تحركوا بسرعه لا تحكي تعي سدي حلقك حسب الخريطه المفروض انه المغاره تكون هون ما رح نستفاد شيء اذا ضلينا هون يلا خلينا نتحرك مثل ما بدك سيدي ممدوح حاضر يا معلم محمد مامو عم نسمعك معلم محمد انت امشي بالاول وانا رح خلي ممدوح يمشي وراك مثل ما بتأمر معلم طيب معلم شو رأيك انه امشي انا ومحمد اول شيء برأيي انه هيك احسن خلي هدول اثنين مع بعض طيب ماشي خليكم مع بعض بدي اياكم تنتبهوا نحن بأمرك معلم يلا مامو امشي يا صاحبي ليش تأخرتوا كل هالقد؟ ما كانوا يخرسوا لسدينا له الحلقة جود رح نفترق دكتور بيضل معك حاضر معلم هي بتحطوها محل ما اتفقنا وصحكون حدا يقويص غير لحتى أنا بليش عم تفهموا؟ يلا إذا بيحاول يهرب دغري بيتقوصوه ايه ولا يهمك حرق امشي امشوا ليه؟ يلا امشي امشي ايدك عنا عامل لك اتركها حركوا امشي يلا ايدك عنا امشي عم قلي حركي تبا يا بكفي بقى خلاص امشي شبك شو صرك حركوا خلصينا بقى امشي خدوني انا وقلت شبك يلا تحركي راسنا امي يلا تحركي خلصيني لك تحركي امشي بقى امشي كلمة خلصي ايه من هنيك من الزاوية يلا حطوهن امشي شوفي وطلع منيح تعي لهون هي بسببك مات شفتي جيبولي الراد امين لانه بدنا نبعته لعند عمه خليه هو يدفنه يلا ثواني هي من تحت راسك مات اثنين من رجالنا مشان الله بدي يرجع الضيعة كم مرة قلت لك ما في خلص انت صرتي منا ايه بس انا ما بدي ضل هون ولا صير منكم حتى لو ضليت هون ما رح فيدكم الشغلة مو على كيفك صرتي منا بكرة كل الناس رح يعرفوا انا على حق فهميني انو حق هاد لك انتو عم تأذوا العالم سببكم صارت حياتنا الجحيم تركونا بقى نعرف نعيش ستي حلك يا كلبي ايوه العساكر جنب المغارة؟ أنا في براسي خطة ليكي أنا هلأ رح أسحبهم على الوادي أنت فوراً روحي لهنيك عشان تهاجميهم من ورا هيك منخلص عليهم وادي النهر ما؟ طيب قديش عددهم؟ إيه ماشي اعتبرهم منتهيين بعد ساعة بحكيك لا تروحي والله حرام عليكي هن ما نم بشر مثلنا ليش لحتى تقتليهم شو عملوا لك؟ هالشي اللي بدك تعمليه غلط لك هدول العالم أعدائنا جايين يقتلونا يعني ما ندافع عن حالنا؟ يلا صار فينا نتحرك انت غطيني محمد خلينا نستنى الشباب بجوز عني النفخ يعملوا اللي بدهم يا انا ما بيهمني غلط هي مو هيك بتنكتب لا انا كاتبها صح انت اللي كاتبها غلط طلع لا تفوتي امشي معي امشي شو عم بصير آه. 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 آه.
شو هي أمنيتك الأخيرة؟ شو بتطلب؟ أنا ما بدي غير إنه يرجعوك عضي عسلمي، هي أمنيتي الأخيرة زينب. انتبهي لحالك زينب. طارق اوعى تصدقون، بكرة بس ليطيب معلمهم رح يقتلوا. خلص روحي لا تفكري فيني، يلا زينب روحي. طارق يلا روحي. أنيسة زينب؟ شو حبيبي؟ كتبت وظيفتي ما بدك تشوفيها؟ خلص بعدين بشوفها. ماشي؟ شو رأيكم تلعبوا برا؟ طيب ماشي. ما عم صدق طلع على الجبل وما معه حدا. يا ترى شو بيكونوا عملوا فيه؟ يا الله الله يكون معك يا طارق. لقينا المغارة مامو. ايه وصلوا على المغارة. رشا لهلأ ما اتصلت. لا تخاف هلأ بتجي. يلا خلينا نتحرك. قومي يلا يلا تحركي. ظاهر هربوا من هون. بجوز. كمان هون ما في حدا. بجوز عاملين لفخ؟ لقينا مخرج تاني للمغارة. انتبهوا خليكم مستعدين، هن بالمنطقة. لا تتركوا المغارة. معلم معلم لقيت هدول وفي آثار. أكيد وقعوا بين إيدين الإرهابيين. أخ يا ربي، وبعدين إمتى رح يخلص هالعذاب؟ والله مالي عرفانة شو بدي أعمل. شو عم تساوي هون يا سناء؟ روحي لعند ولادك هنن بحاجتك. Thank you.
خديجة؟ شو صاير معك يا بنتي؟ ماما، وأخيراً رجعت لعندك. يا عمري أنتِ، يا حياتي أنتِ، مين عامل فيك هيك؟ احكي لي يا بنتي شو صاير معك؟ أمي، والله ما عاد قدرت أتحمل ليش عنده، قمت هربت. يا على قلبي عليك. مشان الله لا ترجعيني لعنده، والله ما عاد فيني أتحمل. لا تخافي يا عمري، خلص ما رح أرجعك لعنده. يلا استعد، يلا عادي يلا. آثارهم مكملة بهذا الاتجاه، شكلهم رايحين على الوادي. الغريب إنه الآثار كتير واضحة، ديروا بالكم منيح، بيجوز كمين. قربوا أكتر، شكلهم راح يمسكونا. وين رشا لهلأ؟ لا تخاف راح تجي. وين صرتي رشا؟ كتير منيح، بس لحدا منكم يقويص إلا بإشارتي. ديالا، أهلين. ليش هيك نقصتي؟ ولا شي، كنت شاردة بس. عادي ليش واقفة؟ ما في أخبار ما هيك؟ لا والله ما رحت على المدرسة، ما لي نفس أعمل شي. خايفة عليه كتير، طول الوقت بفكر فيه وعم ادعي لرب العالمين يرجع لنا يا عايش. كيف يعني كل الوقت عم تفكري فيه؟ ولما كان بيناتنا كنتي عم تتعاملي معه بأسوة. اضطريت اعمل هالشي، يعني انا مريضة ومو بقيان لي كتير حتى موت. كنت عم بعمل كل هالشي لحتى ما خليه يتعلق فيني اكتر. كل شي بقدر أعمله يا هلأ إنه أدعي لربي إنه يرجعه بالسلامة. طيب إذا رجع من الجبل بإذن الله رح ترجعينه ما؟ صراحة ما بعرف، هو يرجع لنا بالأول ولوقتها بنشوف شو بصير.